انت عندك بس اجور الحكومه موظف الحكومه 228 مليار، ده بند واحد بس، اكتر من الدعم اللي عامل المشكله دي كلها. انا ادعي ان 60% من موظفي الحكومه يعتبروا عاطلين وداخل نسبه البطاله، بقى بالعكس هم اضر على الاقتصاد من نسبه البطاله، لان العاطل اللي قاعد في بيته ما بيكلفيش مرتب شهري، اما الموظف الحكومه اللي بيقبض مرتب شهري وغير غير منتج فده بيضر الاقتصاد، انه بيكلفني فلوس وغير منتج، يا ريت يبقى بس عاطل بس. انت عندك حاجات كتير جدا ممكن تتعمل موجوده حاليا، اعاده هيكله موظفي الحكومه ده قرار جريء لن يصدر الا من رجل بجرأة الرئيس عبد الفتاح السيسي. في اعقاب 25 يناير وحتى الان في حصل امور كتيره جدا كان ليها تاثير سلبي على الاقتصاد المصري. وحد مثال، لما انا النهارده اعين 900,000 في القطاع الحكومي نتيجه ضغط الناس عشان يتعينوا في الوقت اللي انا مش محتاج منهم حاجه خالص تقريبا، ويتعينوا وتخصص لهم مرتبات في الموازنات بتاعه الدوله، ده هيبقى تاثيره عامل ازاي؟ لما اجي اقول النهارده ان احنا نزود مرتبات الناس من 80 90 مليار جنيه سنويا الى دلوقتي 228 مليار جنيه سنويا، ده هيبقى تاثيره ايه؟ ارجو ان المواطن وكل من بيحب مصر ومهتم بيها يتوقف قدام الكلام اللي انا بقوله دوت.